نجعل الميت الآن أمام الإمام. ريفا فيت زانا نفكر كرانا زفات زيد يفيد سكت يوم المسجد لمات دي أتوصيك أين لهم إمام. نجعل رأس الميت عند أمام الإمام. زنوي لوهن دماتين زني أتوصيك متود مكان الإمام. أوصى الإمام زني لوهن دمات زني ميلك. الرأس يكون عن اليمين والرجل عن اليسار. زنوي لوهن دمات زني أتوصى الجواتي أرنتون تين يم دمكان. يقف الإمام عند رأس الرجل. أرى الإمام زني ليه في مقبره منور في وبعنا دمات من تشانا من لوهن دمات. وفي وسط المرأة. رواشك في فافيزي أتاو يوخزنو الإمام زن نساندا أنجلا نيلا نفاقا في فافيزي زن هنا بيغزا والصفوف تكون خلف الإمام آري لصواف زن تسمي سميلا أخرى من الإمام سميلا بيبس أمام لصواف يكبر التكبير الأولى الله أكبر زيزن يلي في مفنو قلون منو لتكبير فلوهن الله أكبر بما ميدانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة ثم يؤمن آمين زنوي ممات يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ممات سورة الفاتحة فيت ولا الضالين منو آمين ثم يستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن آية فأكثر سارة سارة بوزن أولين من آمين ممات لسورة زفيتا نو ندي سورة ريتنا دي آية ريتنا مرمعو أرقا زفيتا نو ثم يكبر الله أكبر يما مير ندي منو تكبير ما قدستان منو الله أكبر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية من ديفة سجان الناس والسلام السين صلاة إبراهيمية زي فانا تشكبير كمال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله لا 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 نعم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم استغفارا من ذنبي سنة صلاة إبراهيمية نعم الله أكبر يا مدير من الله أكبر من تكبير فانتيف يدعو للميت من الدعاء للمات الأفضل أن يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم إن سارة سارة زالي من الدعاء زينة طول نامي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم إذا لم يستطع يدعو بما أحب روتك تصفاك تزن لدعاء زينة طول نامي صلى الله عليه وسلم زينة تمني حديث زالي يا زنو توسر من الدعاء زفاك نوسي ثم يكبر التكبير الرابع الله أكبر يا من تكبير فهيفة ثم يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين ديت ليس ذات تنين فما السلام من زيدنا من السلام من جوا عز وجل من السلام ديت السلام عليكم ورحمة الله سيقول فنجوا نعطوا عز وجل توكم من فنجوا نعم